لأول مرة من خلال القطاع الخاص مع وزارة الشباب والرياضة أنه يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ده حاجة مهمة جدا، هيقام في جنوب سيناء إلى دهب 170 كيلو، بالإضافة إلى كمان يعني في السايكلينج أو العجل الداخلي هيكون فيه للأسر والأطفال 7 كيلو ثم 40 كيلو داخل شرم الشيخ. احنا وصلنا أكتر من 300 بطولة عالم وبطولة قارية على أرض مصر، وده شجع بشكل كبير جدا، يعني جزء منه اقتصادي كبير لأنه هو يعني بيؤدي إلى دخل غير مباشر ودخل مباشر. الحقيقة ده عمل أكتر من 2 مليون ليلة سياحية وأكتر من مليار اكسبوجر على المستوى الخارجي. هي طبعا المسابقات الرياضيه هي نوع من انواع السياحه الرياضيه لمصر. احنا بننظم بقالنا 3 سنين مسابقه دوليه اسمها ايرون مان في سهل حشيش، وطبعا دي مسابقه دوليه بيجيها يعني فوق الالف و1000 وشويه يعني اجانب ومصريين. المسابقة دي إن شاء الله هتبقى في نفس المستوى إن لم يكن أكتر إن شاء الله. فانت دوت احنا جبنا توكيل بتاع تور دي فرانس، أكبر سباق عجل في فرنسا، بيتعمل باله من 1993 وفي ألوفات من الناس بتسابق فيه، واحنا جبناه مصر لإحنا نبقى نشجع السياحة الرياضية في مصر زي ما كنا عملنا قبل كده السنين اللي فاتت مع ايرون مان في سهل حشيش. المرة دي جايبين تور دي فرانس هنسابق بيه إن شاء الله في شرم الشيخ، في بنتكلم مع 1000 متسابق إن شاء الله ييجوا من حوالين العالم، ونشجع الناس كلها اللي هي حتى المصريين ينضموا للسباق دوت عشان يستمتعوا بجمال شرم الشيخ والمتعة بتاعت الرياضة. السباق هو واحد من أهم السباقات العالم، مش بس في سباقات الدرجات بس في السباقات الرياضة بصورة عامة. هو سباق فرنسي ابتدى من أول القرن اللي فات، وابتدى في صورة سباق محلي وتطور إلى أن النهاردة أصبح واحد من أكبر سباقات العالم اللي بيضم متسابقين من جميع أنحاء العالم وفئات من جميع أنحاء العالم. والجديد والجدير بالذكر أن فرنسا قررت من حوالي 10 سنين أن هم ينقلوا السباق ده للعالم بدل ما يستنوا العالم كله هو يجي فرنسا فقط، فأصبح فيه زي اللي احنا عندنا النهاردة في مصر جزء من السباق بيتلعب في مدن مختلفة في العالم. في 24 مدينة ابتدى فيها السباق ده بالفعل بقاله كذا سنة، واحنا رقم 25.